لو الحكاية فيها إن فيتو مجالس إدارة الحفلة الأخرى والسادة الحضور خاصة فيهم ناس بقى حبايبنا ومشاهدنا كده وزمايلنا، وأرجو خلال الوقت اللي جاي إن أنا أقدر أوصل جزء من المعلومات إلى حضراتكم، ولو إن في عجالة كده، إن طبعا كنت متوقع إن يبقى في محاضرين حاضرين من الزملاء المحاضرين، إنما أنا سأنجز جزء من المحاضرات اللي كان الزملاء هيقولوها ثم أدخل في المحاضرة اللي من أجلها أكون موجود. سأل المحاضرات دي اللي أنا هقولها هي محاضرات خاصة بالاتحاد الدولي. يعني المحاضرات دي احنا بنجمع محاضرين الاتحاد الدولي وتلقى عليهم هذه المحاضرات، بس بنحولها إلى محاضرات تتناسب مع ظروفنا.